لك وننتقل مباشرة إلى قصة إنسان ولد ذكرا ومات أنثى. إنها سوزي، هذه السيدة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وشغلت البرامج التلفزيونية وشغلت جمعيات حقوق الإنسان. هذه السيدة التي لما ماتت عز بها الجميع ورثاها بكلمة الآن ارتاحت سوزي، نظرا لما تعرضت له من عذاب خلال مسيرتها في هذه الحياة. سوزي ماتت، الله يرحمك. وكان في مشكلة، هل سيتم دفن سوزي كرجل أو كامرأة؟ بعد هذا التقرير نكون في حوار مع ضيوفنا. كنت دائما كل يوم ساخنة، كل يوم ما بعجب دواء. أنا بحبكم كثير ولا بنساكم غير. إذا يوم من الأيام متت، تابوت لي بدي ياكل لون ذهب. سوزي أنا كثير بحبك، أنت حبيبة قلبي. أنت ما بتصدقي قديش كانت فرحتي لما أنت كنتي فرحانة قبل. قلتي لي أنا بكرة رح موت وأنت بدك تدفنيني بإيديك يا جوال. بليز تتذكري لما قلتي لي هيك، مش عم صدق انت تروح هيك دغري. الله يرحم. لا ما كان في تأخر. هون كانت قاعدة على ال. هاو آخر أيامها. هاي قبل بشهرين. ما تبكي، أنا وعدتك على بكرة نظبط فيها. هاي لما تزبطت. يا فرجينا يا سوزي كيف بدك تعلي لتختيك. أها. برافو. خدي خير الله ما كان التابوت لإلي يا. لبعدني عايشة. كنت عم تفكر موت يعني أصلاً. ليه؟ مطرحك يا سوزي كنت عم بفتكر إنه قاتل حالي. لا لا بدك تقتلي حالي. لشو عايشتي أنا؟ هيدا بيان قيد إفرادي لسوزي. القضاء صور، الاسم قاسم، الشهرة بحصون، محل وتاريخ الولادة بالسنغال 1954. والدتها لسوزي هي يونانية الأصل. هي توفت كيف؟ سكتة قلبية. تعال نسأل جارتها إذا بدي. المساء اجت وحدة هون بتكب بتلم زبالة بالبناء. حاكية معها قالت لها اعملي معروف جيبيلي حبة وجع راس لأنه كتير ساخنة. بعدين راحت لتجيبلها ورجعت. سمعنا شوية غوشة بالبناء. أنا شفتها وقفت على الدرج، شفتها يعني متشطحة هيك راسها على الكنباية وعاملة هيك. عالم تاني بيموتوا ما عندهم عذاب عن ربهم، في عالم تاني عند ربنا. ربنا انا عندي بيبلة بيفتح البيت بحكي. هون سوزي عم تحكي عن الموت. شو عارف انت عن المتصحيحين المتحولين بس الموت. يا بتصيروا السيربون يا جلوي يا بتصيروا يعني بيعملك شيء حيوان ما بتعرفش بيبلة. روحي بتطلع. انا بقول يا رب شو ما عملنا بس انت عملت وازوك. انا عم بحاول انه مثل ما هي وصتني بليز جوال بدي انزل على قبري مثل ما انا هلا قاعده حدي مره. علي مولانا بكره عندنا حاله وفاه، هي بكل صراحه هي متحوله يعني. شو بدنا بخبره مخاطبه يعني. بيصلي على رجل او على انثى؟ والله شغله بتحير يعني. سوزي اللي كانت بتضحكنا كلنا
اليوم عم بتبكين. قبلوا يدفنوها بالمقبرة لأنه ترنز بمقبرة شتيلة مطرح ما كان مفترض أن يتم دفن. لو هي ترنز، لو هي شو ما كانت، إن هي عم تطلع عند ربنا. عرفتي شو؟ عم تطلع عند ربنا. كنا عم نتمنى أنه أهلها لسوزي يكونوا معنا. خلينا نجرب نتصل ببنت خالتها. عادي صحيح هو قرابتي انا. ايه طيب ليه؟ بس ما قالوا حدا هون بسور ولا شيء، ولا اخواته كلهم مسافرين، ما بيحكوا معها ولا بيتواصلوا معها. بالزمان لما ما خلقت ما بيعيدها صبي. لا ما انه صبي، هيدي اسمها سوزي. بالنفوس قاسم قاسم بحسود. لا شو بدي بالنفوس؟ انا تعرفت على سوزي قاسم. اللهم ارحمه واحشره مع من يتولى يا ارحم الراحمين. مولانا كنت عم تخاطبه كرجل؟ طبعا رجل امر شرعي يرتبط. هيدا مدفنا لسوزي اذا اهلها حابين يجوا، لو على صعيد شخصي بدون اعلام. هي مدفونه بمدفن الحسن. يعني الله يرحم سوزي. مثل ما قلت، قدر هذا الإنسان إنه ولد ذكرا ومات أنثى، وما بين الذكر والأنثى في هذه الحياة وفي مجتمعاتنا من مرارة ومن صعوبة ومن اضطهاد ومن ذل ومن تعاسة وما إلى هناك لك من أمور. حتى بالدفن كان في اختلاف، وكان في رفض أن تدفن كأنثى كما هي اختارت، إنما تدفن كرجل. بيسعدني أني استضيف معي الليلة سماحة المفتي جعفر الشيخ أحمد طالب. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أيضا معي صديقة سوزي التي اعتنت بها في أيامها الأخيرة، جوال بدر. جوال هي متصححة جنسيا أيضا، وحكتني جوال من فترة قبل قصة سوزي، قالت لي أنا بدي أطلع معك لما لأنصح كل حدا بده يعمل عملية تصحيح جنسي من رجل إلى امرأة ألا يقدم على هذه الخطوة، لأنه بعد ما يعملها رح يندم كتير ورح يعني يتعرض كتير لأمور هلأ بنحكي فيهن. كمان زميلتنا وصديقتنا العزيزة زهرة فردون التي رافقت هذا الموضوع. مساء الخير زهرة. بداية من عندك جوال، هل تم دفن سوزي كرجل أو كامرأة؟ لا، تم دفنا كرجل. كرجل، لأنه شفت سماحة الشيخ عم بيقول كيف سأخاطبها، يعني كيف سأخاطبها، يعني هو وعم بيرسيها أو هو عم بيصلي عليها، بأي لغة سأخاطب سوزي، بلغة الرجل ولا بلغة الامرأة؟ وكان في خلاف بين الجمعيات الحقوقية، يعني حقوق الإنسان، والجمعية التي تعنى بكل شيء له علاقة بالمثلية الجنسية والتحول والتصحيح وإلى هنالك، أنه يجب احترام إرادة هذا الإنسان ودفنه مثل ما هو اختار أنه يكون أنثى. ولكن كان اصطدمته بموضوع الدين أنه ما قبل يدفن سوزي إلا كرجل. هلأ سوزي قالت لي لألي أنا، نعم، قالت لي بآخر فتراتها، قالت لي إذا أنا توفيت بتفنيني على ما أنا، يعني على ما أنا، يعني هي إذا قالت لي ما رح قلك أنا شو، إذا أنا رجال ولا مرة، بكرة بيجي الأيام بس موت بتعرفي كيف أنا جسمي بتدفنوني، يعني هي رجل رجل. إيه أنا ما كنت أعرف بغسل المنطقة داخل الغرفة. فإذن هي ما فإذن ما أوصت إنه تندفن كامرأة. لا، قالت لك تدفنيني كما أنا. كما أنا، كما أنا. قلت لها يعني مثل هيك أنت، ايه؟ يعني كسوزي. قالت لي لا، قالت لي كما يعني مثل ما أنا كرجل. ايه؟ لأنه كمان كنتوا مصرين تتركوا لها البيروك على شعره، يعني شعره على راسه وكذا، رجعوا شيلوهم كلهم. هدول اللي طلعوا الحكي مش ما بنعرف من وين اجوا، لانه اصلا شفناهم المتداولين. الجمعيات هودي اجوا على دفن سوزي من بعد كل شيء الا جمعيه واحده، هي جمعيه حقوق الانسان. نعم. اللي ما خصها اصلا بالمثليه الجنسيه وما خصها باي شيء، هن اللي كانوا مستاجريننا بيتها لسوزي.
بس نحن عرفنا انه سوزي منا انسى من المستشفى، لانه نحن عم نقول لهم بدكم تحمموها هون، قالوا جيبوا لها بنطلون قميص، فكرمال هيك نحن انصدمنا ساعتها. يعني حتى سوزي اللي عرفته مع من زهرة، لانه زهرة كان لها كمان تعاطي بالموضوع لما كانت موقوفه سوزي ببدايتها، تم توقيفها بالسجن. قالت لي لانه زهرة هي من توسط وقتها واشتغل على موضوع اخراجها من السجن، دفعنا كفالتها. نعم. وخرجت سوزي، كانت موقوفه بسجن الرجال، رجال طبعا، وكانت هي ولكن على بشكل الحالي. لا لا لا، كانت بشكل بنطلون وبدون بيروك. وقال له وقتها كولونيل جوني حداد، قال له قاسم تفضل بدنا نعرفك، وقتها تعرفت عليه انا. هذا الحكي قبل ما سوزي تنشهر على السوشيال ميديا وتبلش تنعرف. وهونيك كانت بتهمت، انا بس بدي اوضح لكل الناس بتفكر انه سوزي بتشتغل بتبيع جسدها. سوزي هي بس كانت تدعي تثبت انه هي امراه على السوشيال ميديا، ولكن هي فعليا حتى يعني الناس حكمت عليها على الفيديوهات اللي توزعت على السوشيال ميديا. حتى كان بدي اقول بس هاي النقطه، انه كان على طول يقولوا انه يشفقوا عليها ياخذوها، لانه ماما عوراء مش بتهمه الدعاره وال يعني ما كان في عندها هاي التهمه ابدا. مولانا شرعا يعني لو كانت وصيه سوزي ان يصلى عليها كامراه وليس كرجل، كان ممكن كشرع أن تخضعوا لتلبية هذه الوصية؟ لا تقوم الوصية إلا بما ينسجم مع الواقع الحالي للشخص، يعني حينما تخالف الوصية المبدأ الشرعي. نعم. الوصية لا قيمة لها. يعني اليوم إذا الواحد هو بيقول أنا رجل ولكن أنا بدي أدفن كالنساء، هذه وصية خلاف الشرع، فنحن لا نعترف فيها، لا نقرها. يعني لا يحق للإنسان أن يأتي بوصية تتخالف مع المبدأ التكليف الذي كلف به هو كإنسان. يعني هو لما بيكون ذكر في عليه تكاليف كذكر، ما بيقدر يجي يقول أنا بوصي بتكاليف كالأنثى. يعني ما بيقدر يعني يحدد هو هويته. هاي الهوية هي خلقة الله، الله سبحانه وتعالى أوجده على صورة معينة، فبده يلتزم بهذه الصورة إلا أن يكون هناك بعض الخطأ فيصحح، فيتحول على طريقة التصحيح للحالة. فإذا ما تم التحول بالإشراف الشرعي والإشراف الطبي، ساعتها نتعامل معه على أساس المتحول، على أساس المصحح. ولكن ما دام الأمر هيك، ما لا بدنا نتعامل معه كرجل. يعني الصلاة التي كان في صعوبة شوي كمان أنه يلاقوا شيخ أن يصلي على سوزي بالوضع اللي كانت، ما في ولا مشكلة أبدا، ولا بالعكس مشكلة. يجب الصلاة عليها. يعني نحن عنا الصلاة على الميت واجب كفائي، يعني يجب على أحد المؤمنين أن يصلي عليه، وإلا نعتبر أن كل المؤمنين في حالة إثم ومخالفة شرعية إذا دفنت من دون الصلاة أو دفن من دون الصلاة عليه. فلذلك يجب شرعا، يعني لو طب بأي حال شرعا لا يصلى على الميت؟ ما في ولا في حال، ما في إلا الكفر. يعني أنا يعني مسيحيا كنا نسمع قديما أنه من يعني من يقتل نفسه أو من ينتحر، لا, 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 لا يجوز أن يصلى عليه. أو نحن هلا اليوم بطلوا، بس بالأول كانوا يقولوا أنه هيدا نوع من الحرم كان ينزل من الكنيسة، انه اللي بيقتل نفسه او بينتحر ما بيصلوا عليه. ما دام بالاسلام، ما دام هو مسلم. نعم. ينطق بالشهادتين تجب الصلاه عليه، ايا يكن سلوكه وفعله ومخالفته، لا يعني لا علاقه لنا بالامر، يجب ان نصلي عليه لمجرد نطقه بالشهادتين. طيب اذا وجدت في مكان بصحراء لا 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 نفترض، ولقيت شخص غير مسلم متوفي وطلب منك انك تصلي عليه ليتم دفنه، هل ممكن انك تصلي على شخص غير مسلم؟ مش مكلف. اول شيء هو مش مكلف بالصلاه عليه بالنسبه الي انا، انه هو بس انه انت بوضعك كرجل لا يعني. لا يكلف. يعني انا لا يمكن ان اقوم بصلاه على انسان الا بما اعتقد به. نعم. مش لاني انا لا اعتقد انه هو يستحق الصلاه، هو يستحق الصلاه ولكن بما ينسجم مع معتقده هو. أنا يعني أنا احتراما لمعتقده أقول يجب أن يصلي عليه من يتقن صلاة المعتقد الذي يؤمن به. ما كان موجود حدا، أنا لا أتقن هذه الصلاة، فكيف أصلي على صلاة صلاتنا نحن لا هو يرتضيها لأنه هو ما اعتنق الإسلام، لا هو يقبلها، ولا نحن نقر بهذه الصلاة إلا للمسلم. نعم. جوال بدر، أنت بتقولي أنك متصححة. متصححة جنسيا، يعني أنت اليوم امرأة؟ امرأة بكل تفاصيلك؟
أكيد بكل تفاصيل. بكل تفاصيلك، يعني أنت عاملة عملية تصحيح كامل. طبعاً. وغيرتي هويتك وجنسيتك. عم تتغير. بعد ما تغيرت. بعد ما تغيرت. طيب، أنت ليش سمحوا لك بالتصحح الكامل؟ جبتي ورقة من يعني ورقة شرعية تسمح لك بتغيير جنسك؟ طبعاً، أنا بوقت ما أنا عملت عمليتي أنا كان عندي عضوين. نعم. وعندي كان ينزل البول من العضو الانثى ومش نعم. من العضو الذكري، ما كان اصلا يعني كان في تشوه، وعندي بقايا من الرحم. مولانا نعم. بيعرف هو اللي اعطاني نعم. بوقت الفتوى، بس انا بس كان بدي اساله شيء بس قدام كل الناس نعم. بالعالم، وزالوا انا هلا وصلت لهون. هلا انا بكره انا بس موت، اما انا كشرع وكدين، لانه هيدي كثير عم بتوجهني لالي. انت انثى بكل ما الكلمه من معنى. طب ما زالوا هيك، ليش العالم ما عم تفهم هيك؟ لا ما في شيء، يعني اذا انتم الشيوخ لا رح لك شو اول شيء، نحن عم نقلدكم، ليش العالم ما عم تفهم؟ انت جيتي لعندي صح، طلبت مني راي شرعي صح، وانا كتبت لك نص شرعي لحتى يقدم لل للأرض. طبعا معي اياها انا اللي قدامي انا اللي يفيد ان السيد عبد الوهاب بدر الدين يعني سابقا تشكو من حاله تحير جنسي بسبب وجود أعضاء تناسلية مشتركة بين الأنثى والرجل، أي أعضاء تناسلية ذكرية وبداية مهبل غير طبيعي، تقرر تحويلها إلى أعضاء تناسلية أنثوية بسبب صعوبة التحويل إلى أعضاء ذكرية. الأمر بالنسبة لها نعم. أمر من ناحية طبية، أنا اطلعت على تقارير الأطباء، واضح أن هي في عندها في أصل الخلقة عندها بقى يعني شيء من الرحم، في عندها عضو أنثوي، بالعكس ممارسات الطبيعية اللي بتحصل هي نعم. بتكون من خلال العضو الأنثوي، التطبيق الشرعي عليها أن هي أنثى يجب أن تصحح لتعود إلى الحالة الأنثوية اللي عندها، وأن الحالة الذكورية اللي عندها هو تشوه، نوع من التشوه لابد من تصحيح نعم. لذلك أنا أعطيت الرأي الشرعي بهذا الموضوع، وبناء عليه صارت عملية التصحيح وبناء عليه راحت وعم تكمل أوراقها، لانه بعد انا يعني اكيد اجتمعت مع والدها، اجتمعت مع الناس المعنيين المباشرين بهذا الموضوع، وبناء عليه نحن اقرينا التصحيح، وهذا التصحيح يجب ان يحصل. وبالنسبه لنا هي انثى بكل ما الكلمه يعني هلا معنا. سالتك السؤال، انا بكره بعد عمرا طويل اذا توفيت تدفن كأنثى وترث كأنثى وتغسل كأنثى وتدفن كأنثى بكل ما الكلمه من معنى، هي انثى بكل ما الكلمه. كريستون، يا ريت كل العالم مش بس انا، حتى بيقولوا انه المتحوله كمان اذا كانت متحوله وعملت العمليه كمان هي بتصير هيك، هيك بيقولوا عاملين عمليات تحويل نعم. بيقولوا بيصير انثى اذا شالت العضو الذكري نعم. كمان، بس انا اللي عم شوفه كشارع وكبيتي وكحولي وككل شيء، يمكن انا اخرتي رح بتكون افظع من اخرة سوزي، لانه انا ما في احمل التليفون تبعي وحكيت مولانا انزل سمعهم لكل شخص بشخصه، يعني انا هلا يعني انت ماشي على الطريق ما راح تكوني معلقه شهادتك على ظهرك اكيد، اني انا يعني العالم راح تنظر لك، يعني هيدي نظره الاستهزاء، نظره الرفضيه، التنمر، هيدا كله للاسف ما راح ينفع لا تقرير الشيخ ولا تقرير الطبيب بهيدا الموضوع. لهالسبب انت قلتي اني انا ندمه ندمانه وما بنصح اي حدا انه يعمل عمليه أكيد. يعني انت كنتي بتفضلي تبقي كرجل؟ ما بتقدر، نحن بنظرنا كشرع ما بتقدر تبقى كرجل، يجب ان تصحح، هاي المشكله اللي انا واقعه فيها وملزمه بالتصحيح، لانه هي انثى ويجب ان تقوم ان يتعامل معها كانثى. ما تفضل المشكله هلأ. اليوم استفضلني نحن عم نحكي بالمبدا الشرعي، اليوم في عندنا ثقافه مجتمع للاسف ثقافه قاصره، يعني ترفض عفوا انتبه ايه؟ معظم ثقافتنا واضح هي نابعه من الشرع وانا ومن الدين. اليوم وانا اليوم يعني من نظره الدين اولا لهؤلاء الناس هي اللي عم بتاثر على راي الشارع. شوف يعني تمشي باوروبا بالدول يعني اللي هي تخطت الاديان، يعني راحت الى العلمانيه او الى اللي نحن بنرفضه موضوع الالحاد، تعامل مثل ما يعامل اي انسان. انا لما طالع معك اليوم طالع لحتى اجي اقول انه الدين هيك رايه نعم. وهذا المبدأ الديني، وأي تعامل آخر لا يمت إلى الدين بصلة، ولحتى ساعد اللي مثلها واللي كل حدا عنده حالة تشوه بده يصحح، أن نساعده نحن كمجتمع وكبيئة، وأنه نحن نعطيه الغطاء الديني لحتى نقول للناس أنه أنتم شرعا مسؤولين، وإذا حاولتوا أن تعيروا
أو أن تنمروا أو أي شيء تعملوا حالة التمرد، أنتم مأثومين شرعا وأنتم عم تخالفوا الدين. يعني أي إنسان عنده يخاف الله وأي إنسان عنده ضمير إنساني أو ديني المفروض أنه يوقف إلى جانب هذه الحالات التصحيحية. نحن أكيد ضد الحالات المزاجية، أن واحد يجي على باله أنه يكون ذكر ما عنده ولا سبب يروح بده يعمل أنثى أو أنثى، حتى لو عنده ميول داخلية أو هيدي أو شهوة أو هذه توني لا تكفي في عملية التصحيح. التصحيح نعم. في إله إله وضعية بيولوجية بالخلقة موجودة بالتشكل الجسدي موجود. هيدا الأطباء دغري بيقدروا يعرفوا أنه هذا حقيقته أنثى صار في تشوه ذكري أو ذكر صار في تشوه أنثى وهذا سهل. سؤال أخير جوال، أنت اليوم لما توقفي على المراية بتقولي يا ريتني أنا بعدني شاب. أكيد أكيد. قبل ما تقلي بس بدي أقول لك شغلة، أنا ضد العمليات التحويل الجنسية بكل أنواعها لو شو ما كانت إلا إذا كانت تصحيح جنسي، لأنه بالنهاية أنا ما فيني خالف الشرع، وبنفس الوقت بيكون كمان عندي خوف لأنه عارفة لوين هذا الشخص بده يروح. وين بده يروح؟ ثلاث شغلات ممكن يروح، إنه الانتحار. ليه؟ لأنه خلص بيوصل لمرحلة. مرة فكرتي بالانتحار؟ كتير، بس أنا برجع على ربي. طيب لما تفكري بالانتحار بيكون بناء على شو؟ يعني شو هي الفكرة اللي بتكون عم بتراودك بهاللحظة لما تقولي أنا بدي أوضع حد لحياتي؟ لأنه خلص بيكون صار في كمية ضغط من الناس ومن المجتمع علي، حتى إذا بدك تفوت على مطرح تعمل أوراقك أما تعمل شيء أما تسوي أي شغلة، يعني هو ضغط خارجي وليس ضياع داخلي. يعني أنت مش أنه أوقات بتحسي حالك رجل وأوقات بتحسي حالك أنا لو بحس حالي رجل وعنديش ثقة بحالي ما بحط منديل وبوقف بقعد. طيب أنت قلتي انتحار وكنت عم تقولي بعد في شغلتين. انتحار يا أما تعاطي المخدرات تتنسي يا اما يعني دعارة. على الدعاره وانا هيدول الثلاثه مستحيل اني اعملهم. يعني اوكي فكر اني بدي انتحر، بس انا لما بتذكر كلمه سوزي 66 سنه عمرها سوزي وتوفت، في كلمه قالت لي اياها بليز انصحي هالولاد والعالم انه اوكي رح بتعيشوا من عمر 18 سنه ل 30 سنه بحياتي كثير حلوه وتعيشوها مثل ما انتم مفكرين اذا انتم مفكرين، بس بالنهايه رح بتكون نهايتكم سوزي. بس بدي اقول لك شيء، وضع سوزي بيختلف عن وضعك تماما. انا ما عم بحكي عن وضع، انا عم بحكي عن التحول. حتى المشاهد ما يفكر انه لا موضوع في شغله قالتها مهمه، انه انتم رح تعيشوا عمر معين تنبسطوا فيه وتفكروا حالكم حققتوا احلامكم هو من عمر 18 لعمر 30، ولكن بالنهايه رح تنتهيوا سوزي. واضح. يعني رح تنتهيوا حدا مهمش عايش على هامش المجتمع مضطهد للأسف. الرجال بيكون السبب ما بشي بروحوا بيلعبوا له براسه ليتحول أو ما يصير شي ميل، وبس يلعبوا له براسه ويروح يعمل هيدي العملية فجأة بيختفوا من حياتهم وعم نشوفهم كتير، وحتى من السوشيال ميديا عم بيطلعوا بالسوشيال ميديا لأنه هلأ صارت التليفونات بين إيدينا بنقعد بنحمل بفكروا حياتنا أنه كتير حلوة. بس أنا والله عم بقولها ما تشوفوا نحن على المخدش وبنكون عم نبكي وبنقول يا رب ما تفيقنا تاني يوم لحتى لي ما يمروا علينا نفس الإهانات اللي عم توصلنا ونفس القصص اللي عم توصلنا، لأنه أنا شفت كتير ناس وبالأخص سوزي وغير سوزي ما معهم حق دواء، ومع الرغم أنه في كتير جمعيات عم نسمع فيهم تبعولة المثلية الجنسية وتبعولة الكذا تنزل بتقعد بتاكل بتشرب، وأكتر من هيك ما حدا عم بيقدم شيء. على كل حال يعني موضوع خلينا نرجع نأكد موضوع قاسم حتى ما نضلنا نقول سوزي، يعني موضوع قاسم بيختلف تماما. ايه بس هي في فكره كثير مهمه. انا رح اجي اقول يعني عم بتوصل لك واضح لاول مره، يعني انا قد ايه عامل حلقات من هالواحد وحضرتك مشارك فيهم طبعاً. لاول مره انا بيطلع معي حدا وبخبر انه عن الندم بهيدا الموضوع، لانه مش مجتمعنا صعب ما بقى فينا نكذب على العالم، لانه بدي اقول لك شيء حتى بالوضع القانوني اليوم في صعوبات منا عاديه بدها تواجهها، وهذا الشيء كمان لازم يؤخذ بعين الاعتبار ولازم المسؤولين بالدوله كمان يساهموا ويساعدوا لمساعده الاشخاص. يعني اليوم هلا هي اذا بدها تمرق على حاجز بدها تعطي هويتها، وحكيت لي قديش عم تعاني بهذا الموضوع انه مضطره تقدم الهويه اللي كانت فيها بالاول اسم ذكر، فهذه الاشياء كلها بدها احتضان طبعا. انا بدي اتشكرك كثير انك جيت على هيدي الحلقه رغم حساسيه موضوعها. بالعكس هذا تكليفنا، لازم نحن نوضح لازم نفرجي انه واختيارك دائما بيكون لانه على الثقه العاليه برقيك بالتعاطي مع كل المواضيع، يعني بتقدر تستوعب كل الحالات
وتعطيهم اللي لازم ياخذوه من معلومه. جوال انا كمان بدي اتشكرك، وزهرة رح نشوفك بعد شوي بموضوع التهريب اللي هو موضوع رائع جدا كمان واخذ منك جهد كثير كبير، ولكن اسمحوا لي بالنهايه كمان وجه كلمه الله يرحم روح سوزي، ما رح اقول قاسم لانه هي تمنت وحبت انها تعيش كسوزي. نحن بنقول لك يا سوزي بالفعل انت حدا ارتاح، لانه نحن تابعناك مراحل طويله بمعاناتك واستقبلناك وشفنا فيديوهاتك، شفنا ضحكاتك لالنا، كنت تضحكينا لالنا بس كانت دموعك تحتفظي فيها، مثل ما قالت جوال لما تنامي على مخدتك بالليل كنت تنامي انت ودموعك لحالكم.